اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. للي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه، عملنا صينيه الفراخ بالبطاطا البيضة، والشيف قال لنا ايه هي البطاطا البيضة، وحضراتكم هتلاقوا الحلقه موجوده كامله على صفحه هي ومي وصفحه ميسات، واحنا بنراجع عملنا ايه خلال الحلقه. ايه الاخبار يا شيف؟ هما ليه بيرجعوا عليكي عشان انت ترجعي عليا ليه؟ مش عارف يعني، مش انت صاحبه لا طبعا صاحبه الفرح يعني. انت منوره دكتوره، ربنا يخليكي. بصي بقى، انا هقول لك حاجه جميله جدا دي عشان خاطرك، يعني مكعب الزبده ده عشان خاطرك. خلاص كده يا رب، احنا حطينا يعني انت قلت مش هحط سكر ولا هحط حاجه، رحت حاطط الزبده. ما حطيناش اي حاجه خالص، ما حطيناش اي حاجه خالص، تمر ولبن خلاص، وحطينا عليه فص المستكه، وادي مكعب زبده بس نلمعه، بس تلميعه يعني نلمعه، ده بنلمع بيه بس يعني كويس. وانا قلت ان انا مش عايز قوامها يبقى تقيل، فحطينا معلقتين دقيق وثلاث معالق نشا على مقدار كيلو لبن وكوبايه، او كيلو لبن وكوبايتين. هنبتدي نغرف المهلبيه بتاعتنا دي. يا شيف تتاكل ساقعه وسخنه ولا ساقعه؟ لا عادي، ممكن تتاكل دلوقتي. اصلا انا حاساها سخنه عادي حلوه يعني جدا. جدا دي من الحاجات القيمه جدا اللي انا بحبها جدا، وحاجه شتويه خالص. وبعدين لما بتسقع برضو بتبقى ظريفة. نمسح بس الحاجات دي في الآخر، بس هي كده برضو طعمها حساء، عارف، مناسبة للجو اللي احنا فيه أكتر. هي لو اتاكلت دافية كده رائعة جدا، مفيش أي مشكلة، هي أصلا دقيقتين وهتبرد. حلو قوي يا شيخ. صينية البطاطس أخبارها إيه؟ دي حظه بقى طلعت معاها حتة الزبدة. الطبق ده بتاعك انت. صينية البطاطس خلصت، انا طفيت عليها، بس انا عايز اجيبها. هتشوفوها دلوقتي حاجة ولا في الاحلام يعني. طيب عملنا صينية الفراخ بالبطاطا، وعملنا سلطة الفراخ، والفراخ اللي محطوطة على السلطة الشيف شواها، عمل لها صوص حلو كده وتشوت. سلطة حلوة جدا، مفيدة، مليانة عناصر غذائية كاملة، يعني أنا ينفع أخدها مثلا كوجبة عشاء وخلاص نستكفى بيها على كده. هي فيها البروتين وفيها الفيتامينات وفيها كل حاجة، وخفيفة على المعدة بالليل. وعملنا الشعرية والمهلبية أو مهلبية الطعم. طيب هنشوف المهلبية دي هنعمل فيها إيه. المهلبية دي من الحاجات الفخمة جدا، هنحط عليها بقى الموجود عند حضرتك في البيت. ايه الموجود عند حضرتك؟ اي حاجة موجودة عند حضرتك في البيت حطيها، مش عايزة تحطي ما تحطيش خلاص، هي كلها فوائدها موجودة. هنحط شوية زبيب، نحط الاول شوية جوز هند مبشور كده، شوية جوز هند كده زراف. دربوا المهلبية ده يا جماعة، المهلبية دي من الحاجات القيمة جدا والفخمة جدا. هنحط عليها كل واحدة كده تمراية كده ولا حاجة من اللي احنا كنا عاملين بيه المهلبية. كويس كده، نحط شوية زبيب، شوية زبيب، اي حاجة موجودة عند حضرتك في البيت حطيها، ما عندكيش ما تحطيش. شوية فول سوداني مجروش. شوفوا بقى يا جماعة دي تعمل ايه في الشتاء وفي البرد وفي الطاقة وفي الحاجات دي، والفول السوداني بقى والاوميجا 3 والحاجات دي. نحط شويه شوكولاته شيبس لو الولاد عايزين، ماشي مش عايزين خلاص. الحاجات دي مهمه جدا للذكاء، عشان الولاد الصغيره بيحبوا الالعاب دي وبيحبوا الحركات دي. فنحط كده الحاجات بتاعتنا. انا بحبها لا هتحبيها. شوفي الحاجات الكويسه جدا خلاص، هنشيل الكلام ده كله. ماشي، حلو قوي. المكسرات مفيدة جدا للذاكرة زي ما كنت بقول من شوية، يعني أنا كده أخدت كل الحاجات، بقيت دفيانة كده في الشتاء، أخدة كل الحاجات اللي أنا عايزاها. عاملين أكلة حلوة ومليانة مفيدة، يعني مليانة، مش عايزة أقول كل شوية فيها كل العناصر الغذائية، لكن هي فعلا مفيدة جدا. هي دي وجبة لوحدها، والشيف كمان ما حرمناش من حاجة وحطلنا زبدة فيها، فهي حلوة جدا يعني. الصينية هي يا جماعة حاجة كده في الخيال، زي ما قلنا مكرملة كده. جميل يا شيف،
لا ريحتها فظيعه صح. ريحة البرتقال على ريحة الكلام كده ماشي ازاي؟ انا يعني شايف ان في حاجة فخمة جدا بتتعمل. اعتقد النموذج اتظبط لما شميت مش كده؟ ريحة الصينية دي ولا ايه؟ هنشوف بقى الوقت كمان المود بعد ال هيتظبط اكتر. هنشوف بقى كمان بعد ال بعد ما نعمل الشعرية بعد ما ندوق بقى بعد ما ندوق الشعرية بقى ندوق الشعرية بس خلاص انت اللي قلت. خلاص كده الشعرية اهي يا جماعة. دي بقى الشعرية بالمكسرات مفيش واحدة ماسكة في واحدة؟ اهي. مش معنى ان احنا بنقول مكسرات لازم نحط مكسرات غالية، يعني في حاجات اقدر ان انا اخد نفس الفايدة بحاجات تكون سعرها كويس. الفول السوداني سعره حلو جدا وكمان في فوايد عالية، الزبيب، الجوز الهند زي ما الشيف حط على المهلبية، فالحاجات دي ليها فوايد وفي نفس الوقت مش سعرها غالي يعني. طيب احنا نعمل هنا ولا نعمل هنا؟ ساعديني في الاختيارات زي ما تحب انت الشيف يا شيف. ساعديني في الاختيارات كده عشان بس المنظر يبقى عالمي. كويس كده. طيب نعمل دي بقى، نحط دي كده. معانا ما تقلقيش هظبط لك كل اللي انت بتفكري فيه دلوقتي. كل اللي انت بتفكري فيه هنظبطه دلوقتي خالص. حلو قوي. احنا بس محتاجين الناس اللي ما تابعتش معانا من بدايه الحلقه زي استاذ عارف كده ما كانش عارف الصينيه اعمل لك قلب اهو عشان انت تشوفي القلب بيتعمل ازاي. نجيب الخياره كده ناخدها بالورب كده كويس وناخدها رؤيه كده. ميخا ما تضحكش انا شايفك. نعمل القلب الظريف ده كده، واحد هنا وواحد هنا. طيب عايزينك تعرفنا عملنا صينيه الفراخ بالبطاطا ازاي. هنقول كل حاجه دلوقتي بس اصبري عليا لما انا احط الحاجات اللي احنا كل مره بنبقى بنعملها واحنا مستعجلين. انا ظابط الوقت ما تقلقيش عشان خاطر ان احنا نبقى ماشيين بشكل كويس. ماشي حلوة. حلو كده. هنعمل اللي احنا عملنا حاجات النهارده يا جماعه. انا قلت انها حاجات شتويه كويس. الحاجات الشتويه دي بتتاكل بتدي طاقه، بتدي شبع، بتدي احساس بالشبع وبتدي مش تقيله كمان يعني. يعني الاكل النهارده صحي ومش تقيل، مفيش حاجه فيه يعني تخليني ان انا خايفه ان انا اكل الاكل ده. كويس. احنا ما حطيناش هنا الفراخ، احنا بنحط الفراخ هنا كده. احنا هنا دي واخده زبيب واخده حاجات. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا كده. دي انت ما قطعتهاش ليه بقى؟ قلنا الفراخ كده، والفراخ اللي احنا عملنا منها السلطه هي اللي عملنا منها الشعريه. اي صدور عندك او اي بواقي فراخ عندك هتتبليها وتشويها. هناخد معانا بس كده عصرة برتقان كده ظريفة. تمام كده. أنا عايز أجيب لك دي من الناحية دي كده يا ميخا عشان تبقى باينة كده، وعايز أجيب دي من الناحية دي كده، ونحط الفراخ بتاعتنا كده على السلطة، ونحط الصوص بتاعنا ده كده. حلو قوي. حلو كده. حلو قوي يا شيف. احنا هنراجع مع الناس احنا عملنا ايه، وهتقول لنا بقى عملنا ايه النهارده. هنشرح ونتكلم مع الناس واحنا بمنتهى الهدوء كده. طيب احنا كده خلاص خلصنا صينيه الفراخ بالبطاطا وعليها برضو بطاطس بس البطاطا اكتر، والشيف قال لنا ان البطاطا الحمراء لو مش لاقيين البطاطا البيضة ممكن نحط نص ونص، نص بطاطس ونص بطاطا. وعملنا سلطه الفراخ وعملنا الشعريه بالفراخ والمكسرات والمهلبيه او مهلبيه التمر. حلو قوي يا شيف. هتقول لنا بقى ايه عملنا كل حاجه بالتفصيل كده.
زينت وعملت وخلصت. ايوه، وهنشيل بقى كل الحاجات ونقف نتكلم مع بعض بقى زي ما انت عايزه. حلو قوي. الناس اللي كانت بتسال ايه الحاجات اللي انا مثلا شيف بيحطها في الصوص دي ينفع ان احنا نستغنى عنها ولا لا، شيف دلوقتي هيقول لنا، وهو برضو قال لنا بس اللي ما تابعش معانا وعنده اسئله ممكن ان حضراتكم لو حابين تتصلوا وتسالوا على حاجه، والشيف معاكم دلوقتي هيجاوب على اي حاجه انتوا عايزينها، وانا كمان هساله يعني الاسئله اللي ممكن تيجي في ذهن حضراتكم ايه اللي ممكن نعمله لو مش متوفر عندنا ايه الحاجات دي. طبعا انت عايزه تعرفي انا هعمل ايه دلوقتي. انت هتاكل اكيد. ده بقى عصير برتقال فايد. خلص بدري عشان تاكل. ده عصير برتقال فايد. حلي قبل ما تاكل. مش عايزه اضحكك وانت. ده من الحاجات بقى اللي لازم الكلام ده ما ينفعش ما يبقاش ما يدقش. اه. عشان كمان الناس تشوف قوام البطاطا. شوفك وانت بتدوق بقى. وتشوف قوام البطاطا. بصي اهي دي بطاطا، تقولي لي عرفتها منين؟ اقول لك دي بطاطا. ودي بطاطس. ماشي. انا مقطع البطاطا بالطول ومقطع البطاطس مدوره. كويس، ناخد معاها قطعه فراخ. طبعا اللي حابب ان هو بيعمل الاكل انقي الحاجات لنفسي واسيب الباقي للاولاد مثلا. شويه صوص كده من اللي تحت دول. ناخد شويه شعريه من دول اهم مفلفلين خالص اهو. لا ده بس هي بس مجرد هدوق بس يعني. اه عشان ان نشوف الكلام ماشي ازاي. حلو قوي. طيب ممكن تقول لنا بقى عملت ايه؟ هقول لحضرتك كل حاجه، هقولها لحضرتك. ودي سلطه اهي. حضرتك بعد ما اتغدى مثلا. لا مش هتغدى قوي شيف. يعني كويس. احنا قلنا ان احنا عملنا صينيه بطاطا بالفراخ، حطينا بصل وفلفل الوان وفلفل اخضر وقرن فلفل حراق عشان يحل الكلام بتاعنا، ودعكناهم مع بعض. خدنا قلوب طماطميتين اللي احنا كنا عملنا بيهم السلطه، القلبين بس بتاعهم حطيناهم في الكلام عشان خاطر الناس، لو انت ما عندكيش كاتشب هتحطي قلب الطماطميه ومعلقه سكر مع الكلام ده كله، وهنحط ملح وفلفل وبهارات لحمه وشويه كزبره ناشفه، شويه زعتر على الوش، زعتر اخضر بيدي ريحه جميله جدا كده. دعكنا الكلام ده كله وحطينا عسل نحل وحطينا دبس رمان والبطاطا اصلا مسكره، وحطينا بدل الميه عصير برتقال. ودعكنا كل الكلام ده في بعضه وفردناه في الصينيه ودخلناه، وطالع زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. هدوق واقول لكم بمنتهى الامانه القصه ماشيه ازاي. اخذنا فلفل سلايز شرايح كده، فلفل اخضر وفلفل الوان وبصل وطماطم. خدنا اللحم اللي بره بتاعها وحطيناه، وحطينا ملح وفلفل وعصير ليمون وعصير برتقال، وحطينا عليه الفراخ الصدور المشويه بتاعتنا ومكسناهم مع بعض، وحطينا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، وحطينا شويه سماق عليها عشان يدي مزازه كده. انا ممكن احط شويه كمان كده، انا كنت حاططهم هنا اهم، نحط شويه كمان كده على الوش، شويه سماق صغيرين كده نحطهم شويه على الوش كده يدوني شويه مزازه حلوه معاها كده. بس ممكن برضو نضيف عليها زي ما ضفنا على الصينيه شويه زعتر كده من على الوش. السلطه بتاعتنا دي رائعه جدا، وهنحط عليها من فوق كده رشه زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون، زيت عادي عشان خاطر ما تبقاش تبقى متلمعه كده وتبقى ظريفه. كويس خلاص. بعدين احنا حطينا عملنا مهلبيه التمر، قلنا نقعنا التمر بتاعنا في لبن سخن، كوباية تمر، كوبايتين زي ما يكون الكمية عند حضرتك. اللبن السخن بيسحب السكر والعسل من التمر وبينزله، تحس ان العسل بقى كده لون النسكافيه، اللبن بقى لون النسكافيه. بناخده بنضربه في الخلاط، انا بفضل اصفيه عشان القشر الرفيع ده ما يبقاش في الموضوع يعني. وبعدين بنحط كيلو لبن، احنا تقريبا احنا عملنا النهارده كيلو او كيلو كوبايه عشان عامل سته، والكيلو بيعمل خمسه يعني، عملنا كيلو كوبايه. حطينا الطبق بياخد معلقه، فاحنا حطينا خمس معالق، معلقتين دقيق وثلاث معالق نشا، وقلبناهم على البارد ونزلناهم على النار، وحطينا عليهم فص المستكه بتاعنا، وحطينا صبيناهم في الاطباق، بتزينيهم باي حاجه تعجبك، وحطينا عليهم مكعبين زبده. النهارده الاكل كله يا جماعه تكلفته مش عاليه قوي، في نفس الوقت مغذي جدا، في نفس الوقت البطاطا مغذية أكتر من البطاطس، مفيدة جدا، طعمها مختلف شوية في الأكل،
بتدي نعومه كده مع الحاجه. هي يعني هي بتبقى، بصوا يا جماعه طالعه يعني لا عجبتني الدخله. يعني عجبتني الدخله انك عارف بتمهد كده عشان تروح تاكل. حلو مش كده؟ ايه اعتقد مودك ظبط دلوقتي. جربوا يا جماعه البطاطا المطبوخه، مش البطاطا المشويه او المسلوقه، جربوا البطاطا المطبوخه. طب انا ممكن اسالك سؤال لو سمحت؟ رائعه جدا. ممكن ادوق الشعريه؟ طب الاول اتفضل. معلش، الاحلى في الشوي البطاطا الحمراء ولا البطاطا البيضاء؟ كل حاجه ليها ميزه. البطاطا الحمراء بس هي طريه شويه، اطرى شويه من البطاطا البيضاء. ما بتاخدش تسويه كتير يعني. ما بتاخدش، بس انت لو انت عايزه تسويها في الفرن وما تاخدش معاكي وقت كتير، حطيها في الصينيه بتاعتك، حطي تحتها كوبايه ميه، غطيها ربع ساعة بالظبط لما تعرق، وتجيب العسل اللي فيها وبعدين اكشفيها، هتاخد معاكي نص ساعة، مش هتاخد وقت كتير في الفرن لو انت حطيتي كوباية مية. المية بتجيب مية، لما تحطي حضرتك تحتها مية بتعرقيها وبتخليها تنزل السوائل المسكرة اللي فيها، وبعدين لما تكشفيها بتكرمل كده وبتبقى ظريفة، بتطلع بطاطا مشوية مسكرة زي اللي بتبقى عند الراجل اللي بيشويها على الفحم. الشعريه رائعه جدا. طبعا انت عايزه تدوقي بس مش هدوقك. عموما عايزه ادوق بس البطاطا. عايزه اسالك برضو سؤال تاني، اللي حابب يستغنى عن حاجه او مش موجود عنده حاجه من المكونات اللي حطيتها، اللي هي زي مثلا هتستغني عن الكاتشب، حطي طماطميه مبشوره ومعلقه سكر. هتستغني عن المستردة، حطي عصوري ليمون عليها وحطي شويه سماق. هتعملي يعني، اخلي بال حضرتك يعني الاوبشن يا دكتوره، اي حاجه موجوده عندك عايزه تضيفيها اضافه. انا معطلك عن الاكل، انا حاسه. طب انا هاكل بقى وبعدين بتكلم، بس انا بس بكلم الناس. الحاجات يا جماعه اللي احنا حطيناها اضافات دي كلها، على فكره انا قاصد النهارده ان انا اخلص بدري عشان انا حابب اتكلم في شويه حاجات احنا قلنا عليها. يعني احنا قلنا ان احنا ما نكترش توابل عشان اطلع بطعم الحاجه. يعني انا بالرغم من كل الحاجات الكتير اللي انا حطيتها في الصينيه، لكن كل حاجه طالعه بطعمها المظبوط، البطاطا بالفراخ بالكلام ده كله. احنا قلنا الفراخ احنا نقعناها قبل الشغل في ميه وملح وليمون وبرتقان. الميه وملح والليمون والبرتقان بيدوها نكهه وطعم، بطلعها من الميه دي، بصفيها جدا وما بشطفهاش تاني، خلاص بشتغل بيها على طول. كويس، بتطلعها من محلول هو مش اسمه محلول نقع، يعني هي حاجه احنا بنغسلها كده ادوق بس. بتستخدمها على طول، ما بتشطفهاش تاني منه، بيستغل الوقت اللي انا بتكلم فيه. بالهنا والشفا اكيد. بالهنا والشفا. طيب ايوه، ما بتغسلهاش تاني. طب الفلفل الحراق انا في حته اهو، مع الفراخ المشويه ماشي. جربوا يا جماعه، جربوها، حلوه قوي، جربوها رائعه جدا. عايز بس بعد اذنك ادوق الفرخه طالعه ازاي. دي الفراخ المشويه ولا اللي هي اللي هي مع البطاطس؟ اوكي، ايه رايك بقى؟ حلوه قوي، جميله. طعمها عامل ازاي؟ مش عارفه، انت اللي قول. رائعه. ما انا ادوق وانت تقولي ايه رايك. طيب حلوه قوي، انا عاجبني من قبل ما ادوق. حلوه قوي يا شيف. ماشي كده، عملنا صينيه الفراخ بالبطاطا البيضه، وعملنا السلطه. ممكن بقى تقول لنا احنا كده عملنا السلطه بالفراخ والشعريه والمهلبيه او مهلبيه التمر؟ بالظبط كده. ماشي تمام. جميل. اللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه بتلاقوا الحلقه موجوده كامله على صفحه هي ومي وصفحه ميسات. كل حاجه الشيف اشتغلها النهارده بتبقى موجوده كمقاطع، كل حاجه لوحدها. تسلم ايدك يا شيف، بالهنا والشفا. طب ميرسي، ولازم نبلع بعصير برتقان برضو او حاجه، يعني عشان عصير البرتقان رائع جدا. صينية مميزة جدا يا جماعة، مختلفة خالص بالبطاطا، جربوها هتعجبكم قوي. بالفراخ اللي من غير عظم أو بالفراخ اللي بعظم مفيش أي مشكلة، ممكن تكسري الفرخة على 8 وتحطيها في نفس الصينية مفيش أي مشكلة. ممكن تبدلي الفراخ بلحمة، ممكن تبدلي الفراخ واللحمة بلحمة مفرومة، تمشي الدنيا. صينية مميزة جدا، رائعة جدا. الشعرية المفلفلة دي معاها جميلة جدا، من غير لما نعمل رز أو نعمل الكلام ده كله، معانا السلطه فيها كل الالوان بتاعتنا،
والمهلبيه رائعه جدا. تسلم ايدك. ميرسي يا دكتوره. وانت حطيتي زبده كتير اهو. لا لا تسلم ايدك، ده النهارده انت قللت. ربنا يخليك. ربنا يخليك. تسلم ايدك دايما متالق يا شيف. تسلم ايدك، نورت واكلك حلو جدا دايما. كل مره بتبدع كده وتعمل حاجات مختلفه، ما نبقاش زهقانين كده او بنقدم سفره تقليديه. ربنا يخليك يا نورمين. ميرسي يا دكتوره، وميرسي لكل الشباب الحلو اللي ورا الكاميرات. بشكركم جدا وببقى مبسوط وسعيد ان انا معاكم. واحنا كمان يا شيف اكيد دايما منور ومتالق. انا بشكرك جدا واكيد مشاهدينا بيشكروك جدا. شكرا يا شيف. ربنا يخليك. شيف سامح صبحي ابدع النهارده. انا بشكر حضراتكم جدا مشاهدينا، بشكر شيف المبدع وبشكر حضراتكم جدا وزمايلي خلف الكاميرات. ونشوفكم في حلقه جديده من هي ومي. الى اللقاء. هي ومين هي ومين، ما هو علشانك. هي ومين اكلت شهية 100% اصناف جديدة. هي ومين خلي السفرة احلى معنا الدنيا تحلى. ما هو علشانك. هي ومين وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك. هي ومين اولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس في هي ومين. هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستني. هي ومين هي ومين ما هو علشان. هي ومين